بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا فات الميناء صلى الإمام وجاء إنسان بعده ألحق بعد ما دخل الإمام بعد ما صلى ركعة وقرأ الإمام التشهد، والمأموم غير محل للتشهد، ما يعمل في المأموم؟ المأموم يتبع إمامه، المأموم يتبع إمامه فيجلس معه للتشهد وإن كان في غير محل التشهد للمأموم، ويقرأ التشهد كله حتى يسلم إمامه، حتى يسلم إمامه ثم يقوم فيكمل. لكن قرأ التشهد في غير محله، صار في غير محله. أي هو في غير محله بالنسبة لصلاة المأموم، لكن بالنسبة لصلاة الإمام في محله، والمأموم مأمور بأن يتابع إمامه. نعم.